كاش ولا ايش؟ مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الخاصه والبث المباشر الذي نخصصه اليوم لعماده القبول والتسجيل، وبالطبع لاستفساراتكم وكافه تساؤلاتكم حول هذا الموضوع. معنا هنا في الاستوديو الاستاذ تيسير او توفيق. الاستاذ توفيق، عفوا، اهلا وسهلا بك معنا. ومعنا ايضا الاستاذه الفت ابو صفيه من عماده القبول والتسجيل، اهلا وسهلا بك معنا. بداية نتحدث عن استعدادات القبول والتسجيل، أو يمكن نحكي أكثر عن طبيعة الجو في القبول والتسجيل طالما بدأ التسجيل وطبيعة التحاق الطلبة. نبدأ من عندك أستاذ توفيق. بداية أتشرف أنا كتوفيق حرز الله بالعمل في الجامعة الإسلامية، وأتشرف بأن أكون جندي من جنود عماد القبول والتسجيل. لو بدي أوصف لك العمل في عماد القبول والتسجيل في الفترة الحالية، زي ما بيقولوا موسم حج، الناس طالعة، ناس ده رايحة جاية، فالواحد ما بيقدر يلاحق العمل في الفترة هذه. فترة الذروة تعتبر لعمادة القبول والتسجيل. احنا بنبدأ نجهز لهذه الفترة من بداية شهر، من بداية السنة أو من بداية العام حتى نهاية شهر 9. هو فعليا على مدار العام احنا بنعمل، لأنه موسم استقبال الطلبة الجدد هذا هو موسمنا، تمام؟ يعني زي ما بتعرفي وبعرف الجميع انه العمل في عمادة القبول والتسجيل، انه عمادة القبول والتسجيل هي البوابة للطالب، نبدا معه من الخطوة الاولى حتى نهاية مشواره اللي هي بالتخرج. فيعني كيف يقبل الطلبة حاليا مع بداية التسجيل الفصل الجديد؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الجامعة الإسلامية جامعة عملاقة، جامعة يعني معترف فيها دوليا، جامعة إلها ثقلها في بين الجامعات الفلسطينية، فبالتالي الحمد لله الإقبال عنا الحمد لله ممتاز. بتشعري بدرجة وعي وثقافة من المجتمع، يعني بشيء أنت يعني أحيانا أنا أفاجأ بأنه هو يعني سأل ومتأكد هو وين جاي. أي حدا يعني من الجمهور الناس بتتفاجأ أنه هو عارف هو وين جاي ومتأكد هو أنه وين بده ابنه أنه يمشي في مساره التعليمي. الأهالي بتكون جاية ورافع راسها يعني فخورة بالجامعة، أنا بتسجل أولادها في الجامعة. أكيد جاي أكيد. عندنا لمسوا هذا الإشي من خلال عملكم في سنة القبول، حتى ولمسناه من كتر لحفة الناس على التسجيل. أكيد بيجي بيقول لك أنا مستعجل، أنا اليوم بدي أدفع، بدي أحجز المقعد اليوم، بلاش يروح المقعد علي. وفي ناس الآن بتبدأ يعني بيجي وهو جاهز، هو عارف شو بده، بس محتاج منا انه احنا نعطيه شويه ارشادات او دفعات. فبيدفع ال 20 دينار وبيعبي طلب الالتحاق. طبعا الحمد لله كل شيء ميسر، القاعه اللي هو تعبئه طلب الالتحاق موجوده جنبنا، فبيدفع وبيسجل وبيكمل اجراءاته وبياخذ جدوله وبياخذ شنطته وبكون كثير مبسوط، يعني عنده كل شيء متاح وميسر. فالحمد لله. من اجل هؤلاء الطلبه وغيرهم ممن تركوا لنا استفسارات، يعني جمعنا مجموعة كبيرة من الأسئلة اللي وصلتنا على صفحاتنا على التواصل الاجتماعي، وكانت معظم استفساراتكم مشاهدينا الكرام الآن هي الفرصة للإجابة عليها من قبل الأساتذة وضيوف الكرام اللي معنا بالأستوديو. حنقرأ مبدئيا بعض الأسئلة ونطلعها على ضيوفنا في الأستوديو للإجابة عليها، وأيضا بإمكانكم أي استفسار، أي سؤال خاص بالقبول والتسجيل أو التخصصات أو أي سؤال، بإمكانكم ترك السؤال على التعليقات أسفل فيديو البث المباشر. ونبدأ ببعض الأسئلة اللي وصلتنا. في عنا سؤال بيحكي إنه هي معدلها 97%، بتسأل إذا كان بتقدر تدفع الرسوم من المستحقات وهي حابة تدرس الطب، شو ممكن نحكي لها؟ بالنسبة للاتفاق اللي صار بين وزارة المالية والجامعة، الاتفاق ينص على أنه الطالب بيقدر يسدد من رسومه 25% من إجمالي الرسوم المستحقة عليه. مستحقات الحكومة. صحيح. طب ولو بدنا نحكي على مستحقات الموظفين في الجامعة الإسلامية؟ برضو كامل الرسوم بتم سددها عن طريق مستحقات الموظفين. طبعا ابناء الموظفين عندنا في الجامعه بيحصلوا على منحه، بيحصلوا على منحه 50%، تمام، بشرط الاستمرار بالحصول على معدل معين في الدراسه، وباقي الرسوم بتم تسديدها عن طريق المستحقات الموجوده في الجامعه. يعني كامل الرسوم من مستحقات الموظفين ومستحقات الحكومه 25%، صحيح؟ مستحقات عفوا موظفي الجامعه الاسلاميه، هو هيك فعليا بياخذ منحه ابناء عاملين، صحيح. 50%. تمام. حتى لو طالب طب،
طبعا يعني الجامعة تتميز، الجامعة الإسلامية تتميز عن غيرها من الجامعات، بالذات في كلية الطب، أن الطالب اللي بيحق له أنه يحصل على أي منحة كمنحة القرآن الكريم إذا كان حافظ القرآن أو إذا حافظ 20 جزء، اللي بيحصل على منحة امتياز كمان إذا بعد الفصل الأول أنت أنهى الفصل الأول ومثلا حصل على معدل 90% فما فوق بياخذ 35%، أو إذا حصل على معدل 95% فما فوق بياخذ 70%. يعني هذا حق طبيعي له اللي هي منحة الامتياز، حق طبيعي له اللي هي منحة حفظة القرآن، تنطبق على طالب الطب، تنطبق على طالب الطب. احنا نتميز في، تتميز الجامعة في هذا الموضوع، موضوع المنح الداخلية بيحصل عليها بكل سهولة. جميل. اللي هو منحة أبناء العاملين 50% حتى لو كان طالب طب. طبعا والده في هاي الحالة بيقدر هو يكمل له من مستحقاته كموظف في الجامعة لنسبة 100%. جميل. وموضوع المنح أيضا حيكون في معنا حلقة مباشرة سيتم ذكر تفاصيل أكثر في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، لتفاصيل أكثر عن موضوع المنح ترقبوا الإعلان عن هذه الحلقة. أي استفسار بإمكاننا طبعا أنه إحنا نجاوب عليه في خلال الحلقة الخاصة بالمنح. في عنا سؤال آخر بيحكي، السلام عليكم، ما الكليات المفتوحة لخريجي الريادة والأعمال؟ الكليات المفتوحة لخريجي الريادة والأعمال يعامل معامل الطالب الأدبي. طالب الفرع الأدبي إيش بحق له يدخل الكليات؟ بحق لفرع الريادة والأعمال إلا تخصص واحد اللي هو كلية التمريض. لا يحق لفرع الرياضة والأعمال أن يخش كلية التمريض، فقط التمريض. صحيح. يعامل معامل الطالب الأدب. بس إحنا دايما بننصح، طالما أنك أنت تخصصت في الثانوية العامة رياضة فأنت بتتج يعني توجهات نحو المالية والمال والأعمال، فبالتالي أنه إحنا بننصح. التخصصات المتاحة في هذه الكلية، والله هي بشكل عام كل تخصصاتها يعني رائعة قوية مطلوبة في سوق العمل. طبعا في منها اللي هو العربي، الدراسة باللغة العربية، وفي منها الدراسة باللغة الإنجليزية. الدراسة باللغة العربية في منها اللي هو إدارة الأعمال والمحاسبة والاقتصاد والاقتصاد والعلوم السياسية. الآن التخصصات اللي باللغة الإنجليزية أضيف إلها غير إدارة الأعمال والمحاسبة باللغة الإنجليزية واللي هو العلوم السياسية، الاقتصاد والعلوم السياسية، وضيف إلها اللي هو التخصص الجديد اللي هو التسويق والتجارة الإلكترونية، اللي اليوم كل توجهات العالم نحو التجارة الإلكترونية. أكيد. فبالتالي يعني هو إن شاء الله حيكون تخصص قوي ومطلوب في سوق العمل. جميل. في عندنا سؤال لطالب من السودان بيحكي، هل تم اجتماع مجلس الجامعة لمناقشة موضوع طلبة السودان؟ أكيد. ما القرار تم اتخاذه في هذا أكيد. الموضوع؟ أكيد. القرار اللي هم طلبة الطب ولا طلبة بشكل عام؟ بشكل عام ومش محدد طلبة السودان. طبعاً طبيعي إنه هو لو جاب من السودان كشف درجات بيثبت في هو في أي مستوى، طبيعي إنه إحنا في عنا مجموعة، طبعاً مجموعة من الشروط والقيود والأنظمة بتحكم في هذا الموضوع. أي الشروط اللي بتنطبق عليه طبعا لازم يجيب ما يثبت إنه علمي بمعدل 78% هيك كاتبه، بحق لها ترجع في الجامعه حسب، واذا كان لها ظرف ممكن يرجعوها على نفس رقمها. يعني هي تركت الجامعه ب 2001 والان حابه ترجع ثاني في هذا العام. الان هاي الطالبه بننصحها اذا كان لها عندنا ساعات نجاح، ساعات نجاح خلينا نقول تعدت ال 30 ساعه، يحسب لها بحد اقصى 30 ساعه ساعات نجاح لها.
وبترجع على نفس الرقم. طبعا. احنا في الحالة هاي بنقول انه طالبة في هذا يعني في هذا الوضع يفضل انها تدخل برقم جديد، وطبعا نقبلها، تقبل ولو ثانوية عامة قديمة. بالنسبة لدراسته في يعادلها ما لا يزيد عن 30 ساعة. تمام. نتمنى طبعا كل الناس اللي سألوا هذه الأسئلة يكونوا بتابعوا الحلقة ويتابعوا هذه الإجابات على استفساراتهم. عندنا سؤال بيحكي بالنسبة للتخصص الجديد الترجمة الإنجليزي، ما هي شروط الالتحاق؟ إذا كان معدله يطابق مفتاح التنسيق يحق لها دخول 65% بالنفع. صحيح. يعني ما في أي شروط خاصة بالتخصص نفسه، هي نفس معدلات القبول في الجامعة. بس هو نفس مفتاح التنسيق، لأنه هو تخصص كان مطلوب اللي هو الترجمة، كان يعني في السنوات السابقة كانوا كتير إنه الناس كانت تعليقاتها إنه ليش أنتم ما عندكم ترجمة. هو كتخصص الترجمة للأمانة أداب إنجليزي تفي بالغرض، بس لأنه كان يعني مطلب لجمهورنا كجمهور الجمهور الغزي إنه ليش ما أنتم عندكم ترجمة. فإحنا يعني لنا سنوات بنسعى على اعتماد هذا التخصص، والحمد لله أخذنا الاعتماد. طبعا هو التخصص بحد ذاته قوي، مجالات سوق العمل له مفتوحة يعني ضخمة ومفتوحة في كل مكان. جميل جدا. طيب السؤال بيحكي معدل الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، ما هو المعدل المفروض الطالب يحصل عليه حتى يفوت كلية الشريعة والقانون؟ 65% الفرع الأدبي والعلمي والريادة. جميل جدا. طيب سؤال آخر بيحكي إنه طالبة أو طالب معدل التوجيه عنده 73.7، ما هي التخصصات المتاحة للتسجيل؟ علمي والأدبي. بصراحة مش ذاكر، بس احنا نحكي الحالتين. في حالة لو كان تخصصه علمي 73.7، ما هي التخصصات المتاحة؟ وفي حالة لو كان تخصصه أدبي، هو في حالة إذا كان علمي، إذا كان علمي بيدخل كل الكليات، إلا الطب والهندسة. تمام. إذا كان علمي، وإذا كان أدبي بيدخل كل الكليات اللي بتحق بحق للفرع الأدبي يدخلها إلا التمريض، الهندسة والتمريض. نعم. لأنه هو سائل هل يمكن الالتحاق بتخصص التمريض؟ لا، التمريض لا، للأدبي التمريض لا. للأدبي حتى لو كان أي معدل يعني لا. هي 80% فما فوق لازم 80% يكون معدله في الثانوية العامة أدبي حتى يفوت التمريض. صحيح. جميل. في عنا سؤال بتحكي لدي قيد قديم بالجامعة الإسلامية من 2011 ووقفت بدون ما أعمل تأجيل لظروف خاصة، هل بإمكاني أن أعود على نفس القيد القديم أم لا؟ ما هو هذا الرد فيه لازم نعرف عدد ساعات النجاح لإلها. إذا كانت عدد ساعات النجاح لإلها بتتجاوز 12 ساعة عادي جدا تعمل إعادة قيد. بس في هاي الحالة هي من 2011 يعني عدد لا بأس فيه من السنوات. هذا بيعتمد على عدد ساعات النجاح. إذا كان عدد ساعات النجاح عندها أعلى من 106 ساعات بيحق لها أنها تتقدم لمجلس الجامعة وتأخذ قرار إعادة قيد مجلس الجامعة. إذا كان عدد ساعات النجاح عندها أقل تنصح في هاي الحالة أفضل إلها أنها تدخل برقم جديد ويعادل لها 30 ساعة. يعني بالمختصر لازم تراجع عامات القبول والتسجيل عشان نشوف احنا كشف الدرجات والراجعة. صحيح. يعني هذا بيعتمد على بياناتها، هذا بيعتمد على عدد ساعات النجاح لإلها في ذاك الوقت. تمام. وبناء عليه بكون يعني الرد. تمام. في سؤال بيحكي ما معدل مفتاح القبول للهندسة الكهربائية وكلية الهندسة بشكل عام وتكنولوجيا المعلومات؟ تمام. معدل او مفتاح القبول للهندسة الكهربائية لقسم الطلاب 80% فما فوق، لقسم الطالبات ولأول مرة العام الحالي يعني 75% فما فوق. الطلاب مفتاح التنسيق عندهم أكثر 80%. جميل. طب كلية الهندسة بشكل عام ولا هي مصنفة تخصصات؟ هي مصنفة أكثر من تخصص. تمام. كلية الهندسة بشكل عام تنشيط أقسام. تمام. كلية الهندسة بشكل عام 80%. كلية الهندسة بشكل عام 80%. الهندسة الصناعية للطلاب والطالبات 75%. الهندسة المعمارية للطلاب 75%، والهندسة الكهربائية للطالبات 75%. جميل. طب شو بالنسبة لكلية تكنولوجيا المعلومات مفتاح التنسيق؟ لو كان علمي لو كان علمي المفروض انه معدله في الثانوية العامة يكون 65. لو كان علمي. لو كان أدبي؟ لو كان أدبي الآن هو تكنولوجيا المعلومات ما هي فيها قسمين اللي هو شهادة الثانوية العامة علمي
بيقدر يدخل تكنولوجيا معلومات ويتخصص برمجيات أو علم حاسوب. لكن لو كان أدبي بده يدخل اللي هو تصميم مواقع الإنترنت وتطوير الويب أو حوسبة متنقلة وأجهزة ذكية. تمام. طبعاً بحق لطالب الأدبي في تخصصات في كلية الاي تي بحق لطالب العلم أن يدخلها. أكيد. العلمي يدخل كل التخصصات. يعني حتى التخصصات الأدبية العلمي بفوت، لكن الأدبي أكيد. مش نفس أكيد. العلمي العلمي كل التخصصات بفوتها سواء كانت أدبية أو علمية، لكن الأدبي معدلات الأدبي لا بده يلتزم التخصصات الأدبية بده يلتزم فيها وبس. وطبعا منها تجاوزا اللي هو التمريض إذا كان معدله 80 فما فوق، وتكنولوجيا المعلومات اللي هي وسائط متعددة وتطوير الويب أو الأجهزة الذكية. جميل. أي سؤال الآن للأدب يسجل في التمريض؟ حكينا أنه مش متاح لطلاب الأدب تمريض إلا إذا كان معدله 80 فما فوق بيدخل تمريض. 69 و3 وبتسأل إذا بنفع تسجل أدب. ما بينفع. طب في الحالة هذه لو بده يدرس تخصص تاني في نفس الجامعة وبعد هيك يجسر أو مش عارف إيش الوضع هنا؟ طيب خليني أشرح لك إياها. هاي إحنا طبعا بنعتمدها لما يكون الطالب جايب معدل ما بيسمح له يدخل الكلية اللي هو نفسه يدخلها. الآن لو هو معدله 69 خلينا نقول علمي. تمام. بده يدخل تمريض عام. الآن إحنا في عنا في الجامعة حاجة اسمها شروط التحويل من كلية أدنى إلى كلية أعلى. هذه فيش فيها قيد في معدل الثانوية العامة، ملهاش قيد. إنه يدرس فصلين دراسيين متتاليين، يعني لا يسحب ولا يضيف في المواد. ياخد القالب كما هو. فصلين دراسيين متتاليين ينهي بنجاح 32 ساعة بمعدل 80% فما فوق. الآن النظام بمنح له أنه هو يروح أي كلية أعلى مفتاح التنسيق، يعني ما كانش بيسمح له أنه يفوتها وأنه يروح الكلية اللي هو بده إياها. فبالتالي هو معدله 69، لنفرض 69 علمي بيقدر يدرس أي كلية بيقدر. يعني طبعا دائما بننصح الطالب انه انت روح كلية تناسب قدراتك وتكون قريبة من التخصص على اساس انك انت تكون يعني بكل سهولة ويسر تجيب 80% وتروح الكلية اللي انت بدك. يعني العلمي سواء يعني التخصص ادبي ما بينفع حتى يزبط انه لا 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 ليش في تخصص ويحول بعد لا 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 احنا هذا احنا بنقول بدون النظر لا اللي هو معدل الثانوية العامة. يعني بعد دراسة فصلين دراسيين يعني بنقدر نقول انه بتبدأ الجامعة تعتمد في القبول على اللي هو معدل الجامعة. معدل الجامعة هو أثبت نفسه بغض النظر كان أدبي أو علمي. بالضبط. هو أثبت نفسه. طبعا كيف بده يلتزم. شوفي كيف يعني في قفزة مثلا أنا معدل أدبي 3 حدد هدفك فهو مستقبلك. الجامعة الإسلامية بغزة وبقدر أروح تمريض قبالة لو أنا يعني في ميل طالبة. تمام. لكن مثلا تجين تقولي لي مثلا معدله 65 وبده يروح طالبة خلنا نقول 65 وبدها تمشي بشروط التحويل من كلية أدنى إلى كلية أعلى بحيث أنها تروح تمريض. الآن أنا بحسبها حسبة أني أنا بضيف له 10% بعد ما يخلص الفصلين وتجيب 32 ساعة تجيب 80% لما أضيف لها 10% هي وصلت 75 إذا هي بتقدر تدخل تمريض قبالة لكن ما بتقدر تفوت تمريض عام. جميل جدا. نتمنى طبعا تكون الصورة وصلت لمشاهدينا وضيفنا في الاستوديو. حنطلع فاصل قصير ومن ثم نتابع فابقوا معنا. حدد هدفك فهو مستقبلك. الجامعة الإسلامية بغزة ترسم لك الطريق لبيئة معرفية وتكنولوجية متطورة لتنمية قدراتك وصقل مهاراتك العلمية. تميز بانضمامك. كليات وتخصصات متنوعة لمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. عجبناكم؟ الجامعة الإسلامية فرصتك لتحقيق هدفك. غيلهم هدف. أنا صوتي من حب الصبر.
شايف تلاقي قديش الفصل تبعكم كم دقيقة؟ هات لي مي. Preview. مجدداً نرحب بكم مشاهدينا الكرام، ولازمنا في هذه الحلقة الخاصة مع عمادة القبول والتسجيل للرد على كافة استفساراتكم وتعليقاتكم في هذا الموضوع، ونجدد الترحاب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ توفيق والأستاذة ألفت، ونكمل التعليقات أو نكمل الأسئلة التي وصلتنا على صفحة الجامعة الإسلامية. في سؤال بيحكي ما هو المعدل المطلوب لتخصص الهندسة بشهادة الفرع الصناعي؟ الثانوية العامة الصناعية تعامل معاملة الثانوية العامة العلمي. فبالتالي هو يحق له إذا كان معدله في الصناعي في الثانوية العامة صناعي 80% فما فوق، بيحق له أنه يلتحق بكلية الهندسة بدون أي مشاكل. جميل جدا. طيب يعني كافة التخصصات متاحة لهم من 65 وفوق؟ أكيد. تمام. أكيد. التجارة الإلكترونية معدل القبول وسعر الساعة؟ معدل القبول للتجارة الإلكترونية 65% فما فوق للفرعين العلمي والأدبي، وسعر الساعة 25 دينار. ونرجع ننوه إنه التجارة التسويق والتجارة الإلكترونية هو تابع ل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية باللغة الإنجليزية. يعني حيتم دراسته باللغة الإنجليزية. دراسته حتكون باللغة الإنجليزية. باللغة الإنجليزية. صحيح. يصنف كتخصصات اللي دارجة تحت اللغة الإنجليزية. تمام، احنا هيك جاوبنا على سؤالين في سؤال واحد. أنا في ناس برضو سألت إنه هل يمكن دراسته باللغة الإنجليزية؟ هو أصلاً باللغة الإنجليزية. جميل جدا. هو كيف بده يكون قوي إذا ما كانش باللغة الإنجليزية؟ طبيعي، لأنه عالمي والكتروني. أكيد. في سؤال بيحكي كم رسوم ساعة الهندسة المدنية؟ بشكل عام الهندسة كلها 28 دينار. صحيح. سؤال آخر بيحكي إنه بنت أخوها أخذت معدل وحابة تفوت تمريض 75% وما في غير قبالة، وهي بدها تمريض عام. إذا فاتت قبالة وجابت أول فصل مجموع عالي بتقدر تحول تمريض عام؟ كان أجبنا على هذا السؤال. صحيح. اللي هو فصلين دراسيين متتاليين. صحيح. شو بتحول من كلية أثناء كلية على فصلين دراسيين متتاليين 32 ساعة 80% هي بتقدر تحول على التمريض العام. بس إحنا طبعا دائما خليني أنا أوجهها هاي نصيحة لكل الطلاب. دائما السنة الأولى بتكون سنة التجربة، بالتالي الطالب يمنح نفسه فرصة انه يتعرف على الكلية وعلى التخصصات. الطالب اللي في هاي الحالة هو راسم لحاله هدف انه يروح تمريض عام. بس احنا بنقول للطالبة انه انت اعطي نفسك تتعرفي على الكلية وعلى التخصصات وعلى الدكاترة، وفيما بعد بمجرد انك تنهي السنة الأولى ممكن تجيب معدل 90 تحب التخصص وتضلك فيه. يمكن تحب التخصص وتضلها فيه. بالتالي انه يعني اعطي نفسك فرصة تتعرف تتعلم، وفي النهاية بتاخذ القرار. تمام؟ حننتقل الآن لتعليقات البث المباشر اللي بتوصلنا الآن على فيديو البث المباشر. بنرحب طبعا في زكية وفي مجدية وفي عبير وفي عبود وميمي وأحمد وكل الناس طبعا اللي تواصلوا معنا على البث المباشر. بخصوص الطلبة اللي بتسأل عن المنح، إن شاء الله حيكون في عنا حلقة خاصة عن المنح بتفاصيلها الكاملة. انتظروا الإعلان عن هذه الحلقة مع عمادة شؤون الطلبة المختصة في هذا الموضوع. أما بالنسبة لميم محمد بتسأل كيف تخصص الترجمة وهل بتنصحوا فيه أو لا؟ أكيد. بما أنه تخصص جديد نازل على البلد وتخصص مطلوب في كل المؤسسات، وخاصة أنه إحنا عندنا بلد تكتظ بالمؤسسات الدولية، فتخصص ناجح إن شاء الله. أكيد. تخصص يعني ناجح يعني من ناحية مجالات العمل. صحيح. أكيد. مجالات العمل، مجالات العمل تبعته متعددة. صحيح. وكثيرة. سوق العمل مطلوب. يعني للبنات بالذات، لفئة البنات الطالبات بيفتح لهم مجال كمان هي تشتغل فريلانسر. صحيح. من البيت. إن هي تشتغل وتشبك مع مؤسسات وتشتغل وهي قاعدة بالبيت. جميل. صحيح. جدا.
في سؤال من أحمد بيسأل بالنسبة لتقسيط الرسوم بالفصل الأول، هل موجود في كلية الطب أم لا؟ نظرا بترك المجال لكلية الطب. هو لأنه يعني أنت بتعرف إنه ما شاء الله السنة المعدلات عالية جدا، فبالتالي إنه يعني تنافس شديد على مقاعد كلية الطب. مقاعد محدودة. يعني شرط أساسي إنه الطالب يغطي رسومه في الفصل الأول، هذا شرط أساسي يغطيها، بغض النظر عن إنه ممكن يكون له منحة حفظ القرآن الكريم، ممكن يكون له اللي هي وزارة التربية والتعليم العالي، ممكن يكون له يعني منحة، ممكن يحصل على منح أخرى. إحنا بنقول إنه هو عشان يحافظ على مقعده في كلية الطب لازم يسدد الرسوم، لازم يسدد الرسوم كاملة. وفيما بعد أكيد الفصل الأول، وفيما بعد إذا جاته منح هو بيقدر يسترد أي مبلغ هو دفعه. والسبب في ذلك إنه محدودية المقاعد. محدودية المقاعد. المقاعد يعني محدودة جداً جداً. يعني بأول فصل ما في إمكانية لتقسيط رسوم. هو السنة النظام القبول في كلية الطب اختلف. يعني اختلف. أولاً هو كان كنا نحط مفتاح تنسيق وبناء عليه نأخذ الطلاب، لكن اليوم صار في عنا حد أدنى للقبول في كلية الطب للطالبات اللي هو 96 وللطلاب 95. طبعا اللي بيتقدموا لكلية الطب بيعبي طلب الالتحاق، طبعا لا ينسق كلية الطب. حتنزل الدفعة الأولى إن شاء الله من الطلاب، طبعا ناخد فيها أعلى معدلات من المتقدمين. طبعا حتنزل أسماء الدفعة الأولى بكرة إن شاء الله. اللي بيدفع المبلغ كاملا رسومه كاملة هو ضمن مقعده في كلية الطب. اللي ما دفع طلع اسمه في الدفعة الأولى وما دفع فقد حقه في الالتحاق في كلية الطب نهائيا. بناء على المهلة، كثرة المهلة المسموحة 3 أيام. بعد الثلاث أيام سيتم تنزيل كشف جديد أو وحيصير في دفعة ثانية بعد الثلاث أيام، حتنزل كمان دفعة وبناء عليه اللي بيدفع له الأحقية. طيب في نفس موضوع كلية الطب نشير لمفتاح التنسيق للكلية للطلاب والطالبات. هو العام الحالي زي ما قالت لك الأخت ألفت إنه العام الحالي اختلف عن الأعوام السابقة، لأنه الأعوام السابقة يعني 95 و96. لا 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 لا، الناس فهمته الآن، هم الناس مفهومهم أنه 95 و96. طبعا أي قرارات جديدة بيكون شوية حتلاقي شوية صعوبة في استيعاب الجمهور لإلها. لكن لما يعني تقولي له اني انا بدال ما اقول لك المفتاح التنسيق مثلا 98 وبعدين انا بعد فتره الاقي اني انا لازم انزل شويه عشان اخذ العدد اللي انا بدي اياه، صحيح الفئه اللي انا بدي اياها. احنا السنه واجهنا انه ما شاء الله كانت المعدلات عاليه جدا، فبالتالي علشان احنا يعني يكون في تنافس. هذا طبعا بمعدل موازي. لا 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 لا, 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 لا الموازي، الموازي هذا يختلف، موضوع الموازي يختلف تماما. الموازي تماماً. الموازي هو طالب مفتاح تنسيق معدله لا يتطابق مع مفتاح التنسيق، بل يقل عن مفتاح التنسيق ممكن يكون فرق 5% تقريبا. فبيشتري ال 5% بمبلغ مالي يقدم للجامعة. طبعا الجامعه الاسلاميه هي الجامعه الوحيده في قطاع غزه اللي لا تتبنى هذا الاسلوب، لانه نحن نؤمن بتكافؤ الفرص. صحيح. تكافؤ الفرص. انت تعبت واجتهدت وسهرت وكديت وجديت علشان تجيب معدل عالي، انا اخذ هذه الفرصه منك الان، انا اخذ هذه الفرصه منك واعطيها لطالب يعني صاحب مال، ما جابش صاحب مال لانه معاه مال. لا انا اؤمن بتكافؤ الفرص، جامعتي تؤمن بتكافؤ الفرص. موضوع المعدل الموازي مش مرفوض تماما في اداره الجامعه، مرفوض عندنا كاداره. صحيح مرفوض كجامعه يعني. ما يحصل عليه الطالب في الثانويه العامه هو ما يحدد دخوله والتحاقه في الكليه هذه او لا. اكيد تمام. طيب في كلية الطب بسألوا إنه هل يوجد طب أسنان وما هو معدل القبول فيه؟ هو حالياً إحنا الجامعة عندنا بس طب البشر، تمام؟ طب بشر، لكن قريباً جداً إن شاء الله حيكون عندنا طب أسنان في الجامعة. نحن نسعى قريباً جداً إن شاء الله. طبعاً يعني برضو حننوه لشغلة تانية، إنه الجامعة الإسلامية ما بتفتح أي تخصص ولا تعلن عن أي تخصص إلا باعتراف من وزارتين، من وزارة التربية والتعليم العالي رام الله. لازم، علشان يعني معروف إنه الجامعة الإسلامية شهادتها معترف فيها عالميا. فلازم أي تخصص يكون أكيد فيه أكيد لأنه عشان يكون في حماية للخريجين. نسعى على الاعتراف بكلية طب الأسنان، نسعى ونسعى على الاعتراف بكلية اللي هو طب الصيدلة. عندما يتم الاعتراف فعليا بنعلن عنه، بنفتح القسم. ننتظر أستاذ المشاهدين الإعلان عن فتح باب القبول لكلية الطب الأسنان وكلية الصيدلة. الصيدلة نتمنى ذلك إن شاء الله. إن شاء الله.
في ناس بتسأل متى بدأ موعد التسجيل بالجامعة ومتى سينتهي مع العلم أنهم لم يستلموا الشهادة بعد؟ هو موعد التسجيل بدأ مع ظهور النتائج ظهور نتائج الثانوية العامة، ولكن ينتهي مع بداية الدراسة في الجامعة، بداية الدراسة في الجامعة اللي هو يوم 7/9/2019 أعتقد بإذن الله تعالى. يعني إن شاء الله تمام. بس إنه يعني بننوه إنه يعني بدأ يوم السبت 20/7. طبعا هو إيش الفيصل موضوع الشهادة، إحنا الطالب لما بيلتحق بالجامعة برقم الجلوس، لأنك أنت بتعرف إنه إحنا كجامعة بناخد من التربية والتعليم العالي داتابيز كاملة عن الطلاب الناجحين ومعدلاتهم، فيعني ما بنحتاج انه يكون معاه شهادة كبداية، بنطمنهم يعني تعال انت سجل من دون شهادة، تعال سجل وعبي طلب الالتحاق ورتب كل امورك بياناتك عندنا، مجرد ما تستلم شهادتك كمل اجراءاتك وسلمنا اوراقك الثبوتية. جميل جميل. طيب في عندنا سؤال ايضا يخص كلية الطب، بحكي التسجيل للطب وين بيكون؟ هل في مقر الجامعة الرئيسي ولا في الكلية نفسها؟ لا، التسجيل في كلية الطب في مقر الجامعة الرئيسي في لجان استقبال الطلبة، لجان استقبال الطلاب موجودة في مبنى القدس، صح، ولجنة استقبال الطالبات موجودة في مبنى المدينة. صحيح. صحيح. تمام جميل. حنكمل ايضا مع المشاهدين، يعني حجز مقعد كلية الطب كيف بيتم؟ حجز المقعد مماثل لحجز المقاعد كليات الأخرى، نفس الشيء، بقوم الطالب بدفع 20 دينار في الدائرة المالية ومن ثم يقوم بتعبئة طلب الالتحاق في مختبرات الجامعة وتكمل الطلب الالتحاق، وبالتالي يكون إن شاء الله مقبول إن شاء الله في كلية الطب بعد ظهور اسمه في كشف المقبولين لكلية الطب. وبالتأكيد أنه يعني بنحب ننوه للناس أنه الإجراءات كتير بسيطة وما بتاخذ وقت، يعني في مكان واحد اجراءات بسيطه، ويعني احنا كلنا ريحناهم يعني كمان مش بس على موضوع الراحه، انه احنا كطاقم يعني يعني وفرنا لهم كل شيء، فيعني الاجراءات كلياتها 10 دقائق. تمام جميل. عندنا سؤال اخر بيحكي بدنا بعض التفاصيل عن مجال اداب الانجليزي، ما هو سعر الساعه ومعدل القبول تخصص اداب انجليزي؟ سعر الساعه في تخصص اداب لغه انجليزيه اللي هو 18 دينار حسب سعر ساعه كليه الاداب ككل 18 دينار، ومفتاح القبول 65 للطلاب و70 للطالبات. 65 للطلاب و70 للطالبات. صحيح تمام. لسه مكملين في التعليقات على البث المباشر، بيحكي مين افضل ادرس تمريض في الكليه ولا اجسر ولا على طول في الجامعه بكالوريوس؟ طبعا هو بناء على معدل في الثانوية العامة هو اللي بيحدد إذا يعني نصيحة إذا كان معدله في الثانوية العامة بيسمح له إنه يدخل كلية التمريض بكالوريوس، يعني إيش الداعي إنه يروح يدرس دبلوم سنتين وبعدين يجسر؟ صحيح. إيش الداعي إنه حيخسر عدد ساعات كبير؟ حيخسر عدد ساعات، هاي شغلة، حيخسر عدد ساعات، هذه واحدة. الثانية هو عشان يجسر في الجامعة لازم يلتزم في التجسير له شروط معينه، ومن اهمها انه يكون معاه شامل. فهو ليش يعني يدخل الامتحان مرتين؟ فاذا كان معدله بيسمح له انه يلتحق بنظام البكالوريوس، لا يروح بكالوريوس من البدايه. تمام. في سؤال بيحكي معدلي 77.3 هندسه الحاسوب، عمادة القبول منزلة أنه 80، هل ممكن أن يتم تنزيل معدل القبول؟ ما هو معدل القبول لهندسة الحاسوب؟ 80% للطلاب والطالبات. بالنسبة لأنه ممكن تلتحق في كلية في هندسة الحاسوب، ولكن بطريقة اللي حكتها الأخت ألفة قبل شوية، موضوع أنه تدرس سنة تحويل من كلية أدنى إلى أعلى، من كلية أدنى في هاي الحالة إحنا بنقول لها للطالبة، هي طالبة ما أدرس هندسة كهربائية، روحي هندسة كهربائية أدرس السنة الأولى، صحيح، وجيب معدل بعد السنة الأولى جيب 80، خلص 32 ساعة جيب 80 وروحي على هندسة الحاسوب، والمواد كلها تحسب إلها، كلها تحسب، لأنه حيدرس السنة الأولى عام بغض النظر على أنه هم حيتخصصوا فعليا هندسة كهربائية أو حيتخصص معماري، اللي هي التخصصات اللي المعدل فيها 75، يعني هي باعتبارها مقبولة أصلا في التخصص، بس بشرط الحصول على معدل 80% خلال العام الأول. في سؤال هنا من حنين بتحكي بالنسبة للي سجل مبارح وهي أخطأت في إدخال بعض البيانات أعتقد في كلية الطب، كيف ممكن تعدل هذه البيانات وهل هذه بتشكل مشكلة بالنسبة لها؟ هي ممكن يا إما تتوجه إلنا بنعملها فك اعتماد الطلب وبتدخل تاني بتعدل بياناتها، أو بتتفضل عندي أو عند أي حد من الأخوات والإخوة في قبول التسجيل بيعدل لها البيانات على طلب الالتحاق.
في سؤال من ام عبد العزيز بتحكي اللي حاصل على 95.3 وسجل في الطب البشري ليش ما تم ارسال رساله لهم لتسديد الرسوم؟ ولا الرساله شرط ضروري للتسجيل؟ لا هو بما انه احنا حكينا انه الشروط تختلف السنه وفي لجنه في ناس في دفعات حيتم تنزيل اسماء طلاب الطب على دفعات فالدفعه اللي نزلت يمكن ما نزلوش لمعدل 95 يعني تنتظر دفعه ثانيه ولا خليني انوه لنا خلال يومين ممكن او ثلاثه الان بتنزل الدفعه الاولى الان خلينا نقول على سبيل المثال هو امبارح سجل ام عبد العزيز ابنها سجل امبارح تمام دفع 20 دينار الان احنا قلنا انه الدفعه الاولى حتنزل بناء على اعلى معدلات تقدمت خلينا نقول اللي تقدموا 30 اللي نزلت اسمائهم طبعا العبد العزيز ما نزل اسمه من الدفعه هاي هو فعليا طالما انه من اسمه ما نزلش بتاتا فعليا هو ان شاء الله اسمه بينزل في الدفعه الثانيه ان شاء الله او ما نزلش في الدفعه الثانيه حينزل في الدفعه الثالثه يعني ينتظروا هو الشرط الوحيد في الموضوع او الحاجه اللي لازم الاهالي ينتبهوا لها في موضوع كليه الطب ان هو لو فعليا اسمه نزل سواء دفعه اولى او دفعه ثانيه او دفعه ثالثه اذا في خلال 3 ايام لم يسدد الرسوم فقد حقه نهائيا في الالتحاق في كليه الطب هذه هي التنويه اللي يعني ما حدش بينتبه له انه هو انا فعليا لو ما نزلش اسمي في الدفعه الاولى فانا ايش حيكون التعامل لا اسمك حيدخل على الدفعه الثانيه بننوه لهم انه تمام؟ بننوه لهم انه مقاعد محدوده جدا كان للطلاب ولا للطالبات فعشان هيك المماطله او كثره الانتظار انه انا مثلا هذا في عندنا مشكله انه الناس بتروح بتقدم في اكثر من مكان وبتقدم في اكثر من مؤسسه بتقعد تنتظر منحه لا انت ادفع الرسوم وتمم اجراءات التسجيل ولما تجيك منحه تسترد كل رسومك كامله مش حينقص شكل واحد جميل صح جميل جدا هذا الكلام طيب في عنا تعليق من ام نور بتحكي انه الشرعي معدل 94 هل يمكن الالتحاق بتخصص التمريض لا الشرعي لا الشرعي بيتلتحق بكل تخصصات الفرع الادبي ثانويه عامه ادبي ما عدا التمريض والرياده والاعمال كذلك حتى لو جاب 80% فما فوق لا 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 يعني من البداية بعض التخصصات في شرط أساسي فيها جميل في تعليق أو سؤال بيحكي إنه كيف بتقدر تستفيد من المنح الموجودة بالجامعة زي ما نوهنا لكم مشاهدينا الكرام إن شاء الله حلقة خاصة عن المنح هتكون بكافة التفاصيل وبنفس الآلية هتتركوا كافة التعليقات وسنجيب عليها في الحلقة الخاصة بالمنح اللي سألوا عن التجارة الإلكترونية احنا أجبنا على هذا السؤال حيتم دراسة تخصص التسويق والتجارة الإلكترونية باللغة الإنجليزية في عنا طالبة بتسأل إنه هي درست فني عمليات بجامعة الأزهر دبلوم مخلصة معدل 80 لو بدها تجسر تحاليل طبية في الجامعة عنا شو هي الإجراءات؟ بحق لها تجسر عنا في الجامعة بحق لها بس لازم يكون معها الشامل امتحان الشامل صحيح لازم تكون جايبة حاصلة على معدل 70% فما فوق أضف إلى ذلك إنه لازم برضو تكون الثانوية العامة علمي صحيح صحيح يعني ما بيكفي فقط الشامل بشرط صحيح شامل ومعدلها في الثانويه العامه علمي صحيح عفوا الثانويه العامه علمي لازم تكون حامله شامل جيد طبعا معدلها كمان في الدبلوم فن العمليات لازم يكون جيد هي حتقول لك حاصله على 80 80 اذا مش الامر يعني هي هاي الشروط الاساسيه في القبول طالب توجيهي جاب معدل 70 وحابب يفوت الهندسة الميكانيكية سجل تحسين عشان يرفع معدله لفوق 80% فهل يمكن انه يلتحق بهذا القسم وكم سعر الساعة؟ ممكن يلتحق في القسم زي ما قالت الأخت أسامة من كلية أدنى التحويل من كلية أدنى إلى كلية أعلى ممكن يدخل قسم أدنى ويحول إلى قسم أعلى يدخل مثلا كلية العلوم تمام ويدرس فيها سنة كاملة فصلين دراسيين حسب الخطة دون تغيير تمام ويحصل على معدل 80% فما فوق بيتحول لكلية هذا بناء على انه هو 70 علمي 70 علمي لان هو بده اذا رفع المعدل اختلف اذا كان رفع المعدل ل 75 هو يعني انفتح له المجال انه هو يروح مثلا هندسة كهربائية بالتالي او معماري او صناعي صناعي هو بدرس السنة الاولى عام فصلين دراسية متتاليين 32 ساعة و 80% بروح على الهندسة الميكانيكية أو إذا ما حسن ما بده مثلا يعيد مواد
70% ممكن يدخل أي كلية، مثلا كلية العلوم أو كلية تكنولوجيا المعلومات، ونفس التفاصيل نفس الشروط، فصلين 32 ساعة، نجاح 80 يعني معدل تراكمي 80%، بالتالي بيقدر يحول. جميل. في سؤال إنه كم هي ساعة الماجستير للغة العربية وعدد ساعات الخطة وتكلفة الرسالة؟ سعر ساعة الماجستير 80 دينار. 80 دينار. تمام. عدد ساعات الخطة 36 ساعة، 30 ساعة نظرية دراسية. نظرية دراسية صحيح. وست ساعات رسالة. رسوم الرسالة الست ساعات هذول لحالهم 1500 دينار. تمام. كم سعر الساعة للمناهج؟ 60 دينار. 60 دينار. هذا بعد الخصم. صحيح 60 دينار. وطبعا 36 ساعة، 30 ساعة دراسية، 6 ساعات اللي هو الرسالة، طبعا 1500 دينار سعر. تمام. سؤال اخر بيحكي لو سمحتم معدل القبول لتخصص التمريض بكالوريوس او الطب المخبري للفرع الادبي وتكاليف التخصصين. اولا الطب المخبري اللي هو العلوم الصحيه لا يحق لطالب ثانويه عامه ادبي الالتحاق. صحيح. هذا من البدايه. بالنسبه للتمريض طبعا حكينا سابقا انه اذا ادبي 80% فما فوق، إذا كان علمي سهلة 70%. جميل. اللي بده يجسر وما معه شامل بنفع يقدم تعهد؟ أكيد لا. هيك بيسأل. قرار وزاري. قرار وزاري. منعاً باتاً ممنوع إنه إحنا ناخذ بتعهد من الطالب. صحيح. إحنا يعني مرت سنوات سابقة إنه إحنا تعهد، هذا طبعاً بناءً على اتفاق الجامعة مع الوزارة. إنه أنت بتعمل تعهد بحيث إنك أنت تسجل وتلتحق وتلتزم بإنك أنت مجرد ما ينفتح اللي هو تسجيل الشامل انك تسجل، وشرط اساسي انك تجيب معدل جيد. طبعا الوزاره عممت انه احنا ما بدنا نهائي اي حد يلتحق بالبكالوريوس الا بالشامل. وبعدين الوزاره اتاحت للطلاب الان يقدموا يتقدموا للامتحان الشامل مرتين في العام. مرتين في العام كان مره زمان. كان يعني سابقا يعني مره في فرصه. اكيد انه مره في شهر 2 ومره في شهر 9. صحيح. تمام. في سؤال دارسة بفرع الرياضة وحابة تلتحق بتخصص القانون. يحق لها. بتروح. عادي مفيش أي مشكلة. الرياضة إذا مفتاح التنسيق بيسمح بتروح. يعامل معاملة الأدبي. صحيح. يعامل معاملة الطالب الأدبي حسب مفتاح التنسيق. ما فيش مشكلة. تمام. جميل. بيسألوا برضو عن معدلات التمريض للأدبي من عيد التنويه إنه من للأدبي من 80% فما صحيح. فوق. أكيد. تمام. المرة الجاية بنشغلك في لجنة الاستقبال معنا بما إنك حفظت الأشياء. سؤال آخر إنه هل يوجد تخصص هندسة ديكور للطالبات في الجامعة الإسلامية، وإذا موجود كم سعر الساعة مفتاحة يكون؟ طبعا هندسة ديكور يعني هو الأجمل إنه صار في عنا في ثقافة المجتمع الفلسطيني والمجتمع الغزي إنه في حاجة اسمها ديكور وفي حاجة اسمها هندسة ديكور، لكن إحنا بنقول إنه كتخصص هندسة ديكور لا مش موجود في الجامعة مقسمون، لكن إحنا بنقول المهندس المعماري هو مهندس ديكور. لكن مهندس الديكور لا يمكن انه يكون مهندس معماري. فالطالب اذا هو دخل هندسه معماري هو بامكانه انه يكون مهندس ديكور وقادر انه يكون. تمام. يعني بامكانه. طب بالنسبه لسعر الساعه ومفتاح القبول مهندس معماري احنا حكينا الهندسه بشكل عام سعر الساعه 28 دينار. مفتاح القبول من 75 للطلاب. مفتاح القبول للطلاب من 75 لكن للطالبات 80. لأنه الإقبال للطالبات على المعماري على الهندسة المعماري كبير. يعني كويس وقوي. الهندسة المعماري بتحتاج فن يعني والطالبات مبدعات في هيك موضوع. أكيد. سؤال على البث المباشر بيحكوا هل بيتم تدريس لغات أجنبية غير الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بتخصصات معينة؟ مبدئيا لا. لا بس ممكن في الدبلومات المهنيه في التعليم المستمر ياخذوا اللغه العبريه التركيه العبري الفرنسي دبلوم مهني. بيسالوا كم يتم حساب الساعات من الدبلوم؟ حسب قرار الوزاره الاخير 45 ساعه اقصى حد اللي هو بما لا يتجاوز لا يتجاوز 50% من دراسته. صحيح. الدرجات او معادله المواد اذا كان طالب من الكليه الجامعيه تحسب له من 65، لكن اذا كان من كليات اخرى غير اللي هو الكليه الجامعيه مثلا اللي هو دبلوم الازهر او دبلوم الاقصى او من 70% 70 اللي هي علامه نجاح. يجب ان تتوافق الماده مع خطط القسم.
اي يعني انه وصف المساق تبع الماده هذه يكون مطابق الدبلوم اللي هي درسان يكون منطبق على البكالوريوس اللي هي حابه صحيح كامل. يعني مش اي ماده ممكن تجي تقول لي انا بدي اعادل هذه الماده لا لازم يكون وصف المساق مطابق لوصف المساق. كم ساعه بيتم معادله المواد كحد اقصى؟ حكينا كحد اقصى بما يتجاوز ال 50% تمام. في سؤال من سمر بتحكي هل صح ان الوزاره لا تعترف بشهاده التمريض الادبي؟ لا غير صحيح. نوهت لك الاخت مسامه والاخت انه احنا ما بنفتتح اي برنامج ولا بنستمر في اي برنامج الا يكون معترف فيه من وزاره الرمان. اكيد اكيد تمام. بتسال انه مجموعه 95.6 كم ممكن تدفع موازي لو بدي ادرس طب؟ حكينا انه الموازي غير متاح بالجامعه. صحيح بس هي في هاي الحاله ممكن انها تدخل اللي هو كليه العلوم الصحيه تدرس السنه الاولى عام تنافس على مقاعد كلية الطب. هي عندها الآن هي أول شرط من شروط أنه الطالب يدخل علوم صحية وينافس على مقاعد كلية الطب أنه يكون فرق ما بين معدله في الثانوية العامة ومفتاح التنسيق لهذه السنة 3% فأقل تمام. وإذا هي دخلت كلية العلوم الصحية ومعدلها أكيد بينه وبين مفتاح التنسيق اللي هو 3% فأقل الآن تنافس. إذا حصلت على اللي هو من الأوائل على كلية العلوم الصحية بنهاية السنة الأولى يحق لها أنها تتقدم بطلب تحويل لكلية الطب. بيحاولوا ما قيمة 10% من الطلاب المقبولين طبعا بيحاولوا نسبة لا تتجاوز 10%. احنا قبلنا مثلا 60 بيحاولوا 6 طلاب. جميل. في سؤال من إبراهيم بيحكي بالنسبة للدراسات العليا هل يقبل للتسجيل في مرحلة الدكتوراه حامل لشهادة ماجستير من الجامعة الإسلامية بجامعة مينيسوتا الأمريكية بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين؟ هل في تفاصيل عن هذا الموضوع؟ ننصح الأخ أنه يجيب كشف الدرجات تبعه الخاص فيه وشهادته يتوجه لعملة القبول والتسجيل من أجل مراجعة ذلك. يعني الموضوع بيحتاج تفاصيل. طب دكتورة إيش؟ مش ذكر تفاصيل. خليه يتوجه عنا على القبول والتسجيل وإن شاء الله حيلاق الإجابة الصحيحة والتوجيه الصحيح يعني. جميل جدا. شوف زضاي التعليقات. في سؤال بيحكي أنه هو خريج قديم لو سجلت في تخصص جديد هل بيحصل على منحة 25% المتاحة؟ لا. أكيد لا. المنحة فقط. هي هاي المنحة مربوطة بالعام. بعام الثانوية العامة. صحيح. العام الدراسي صحيح. يعني إحنا بنقول يعني خريجي السنة. بالضبط خريجين السنة. ثانوية 2019. طيب اعتقد انه احنا هيك بنتمنى نكون اجبنا على كافه الاسئله والاستفسارات. حنترك المجال لحضراتكم اذا في اي معلومه حابين توضحوها من القبول والتسجيل او رسالتكم للطلبه المسجلين. نبدا من عندك استاذ توفيق. انا رسالتي الوحيده قرارك مستقبلك. تميز بانضمامك في الجامعه الاسلاميه. صحيح استاذ الف. رسالتي الوحيده او رسالتي لاي طالب او اي طالبه انه انت في البدايه ارسم هدفك ادخل تخصص برغبتك برغبتك انت شو بدك انت تكون. قرارك هو مستقبلك. ما تختاره الان ستبني عليه كل حياتك. يعني اذا اليوم انت كان قرارك صحيح ومحله حتضلك باني عليه للنهايه. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال كان انه والد طالبه يعني بيؤيد كلامي في موضوع انه الطالب يختار من البدايه يختار التخصص اللي مع ميوله ومع رغباته عشان ينجح فيه ويكون هو الطالب اتخذ القرار ويدافع عن قراره. فقال لي هيك بالحرف الواحد اني انا لو بوصل عمري 60 سنة راح ارجع اعيد الثانوية العامة واجيب معدل ادخل فيه كلية الطب. لازم ادرس طب لانه انا لما درست دارس هو تجارة وهو تاجر. يقول انا لما درست بناء على رغبة الاهل مش بناء على رغبتي. فانا راح ارجع تاني. قلت له احييك انه انت يعني صادق في تعابيرك هاي. وقال لي راح اذكركم يوما اني انا راح ارجع ادخل كلية الطب. فتارك المجال لبنته. فقرارك مستقبلك. تميز بانضمامك على الجامعة الإسلامية. اكيد قرارك مستقبلك. وايضا لمساعدتكم مشاهدينا الكرام في اتخاذ القرار الصحيح ولكثرة الأسئلة عن التخصصات بننوه لحضراتكم انه حيكون معنا ان شاء الله سلسلة حلقات مباشرة كاملة مع عمداء كليات الجامعة الإسلامية بشكل كامل. وبالنسبة للأسئلة اللي وصلتنا على المنح أيضا سيكون هناك حلقة مفصلة للإجابة على كافة استفسارات المنح بالإضافة لمساعدتكم على اختيار قرار صحيح يساعد
في المستقبل. حيكون معنا إن شاء الله برنامج كامل باسم برنامج تميز بانضمامك. في كل حلقة حيكون في تخصص منفصل سيتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بهذا التخصص، ما هي طبيعة التخصص وكيف يتم دراسة هذا التخصص في الجامعة الإسلامية وبالطبع مجالات العمل. بهذا نختتم. أو حابب أضيف شيء أستاذ توفيق؟ حابب أضيف شغلة معينة، إنه لجان استقبال الطلبة الجدد مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. من السبت حتى الخميس، يعني حتى الخميس في دوام. الخميس في دوام أكيد. مع انه الجامعه بكون اجازه، لجان استقبال الطلبه الجدد شغاله. اكيد هذا للتسهيل لخدمه الطالب. اكيد هذا شيء كثير مميز في الجامعه الاسلاميه. طبعا بنشكر تواجدكم معنا الاستاذ توفيق حرز الله والاستاذه ألفت ابو صفيه. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات الرائعه، وبنتمنى طبعا مشاهدينا الكرام نكون اجبنا على كافه الاستفسارات اللي وصلتنا سواء على الصفحه الخاصه بالجامعه الاسلاميه او على تعليقات البث المباشر. انتظرونا في حلقات قادمه وموضوعات مختلفه. كل الشكر لكم على المتابعه، دمتم بود والى اللقاء.